بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع قناة بنت الوادي الجديد الأشغال اليدوية. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير ان شاء الله. النهاردة برضو مكملين في سلسلة اللي هي أفكار في إعادة تدوير الفوط القديمة. احنا نزلنا لكم أول فكرة والحمد لله هي نالت استحسان الجميع ان شاء الله. هنزل لكم منها كذا فكرة بإذن الله. النهاردة هنعمل برضو فكرة تانية ان شاء الله مع بعض. انت هتقصي الجزء اللي انت محتاجاه من الفوط اللي عندك، زي ما احنا قلنا عندنا البشكير ده هنعمل منه كذا فكره، وانت بقى باختيار الالوان عندك، يعني مش شرط الابيض، اي الوان عندك استعمليه. احنا هنقص الطول، انت هتقصي طول الفوطه اللي انت محتاجاها دي، هنعملها فوطه للمطبخ بطريقه جميله وطريقه حلوه. والفوط دي على فكره بتتباع بره بسعر غالي مش رخيص، برده هيبقى معانا بواقي قماش زي انت شايفين انتوا قصايصها عامله ازاي، وهنطلع منها حاجه حلوه ان شاء الله. يبقى كل اللي معاكي مقص كبير بتقصي بيه الفوطه دي الاول المقاس اللي انت محتاجاه، وبعد كده مقص صغير عشان القماش اللي هو الصغير ده اللي هي القصايص القماش اللي معانا دي هنسمي الله كده. طبعا لو تلاحظوا انا معايا الحرف ده متني، والحرف ده عندي الحرف ده، وده المفروض ان انا هبقى اعملهم على المكنه. انا شغلي معاكم هيبقى بابره وخيط او بدبابيس الابره عشان يبقى واضح ليكم، لان بصور لوحدي والمكنه مش عارفه اصور لكم عليها مع بعض. فهنعمل فكره الدبابيس كانك بالظبط هتقفلي بطريقه المكنه. طيب كل اللي احنا هنعمله انا عندي المسافه دي هقسمها على 3 كسرات. اول واحده هاخدها الناحيه دي كده، طريقتها سهله يا جماعه وشكلها هيبقى شيك معاكي في الاخر. هتسمي الله كده اهو، هتحطي دبوس ابره. طبعا انت دي كده دبوس ابره معناها انت هتخيطيها على المكنه. وبعد كده هعمل واحده العكس الناحيه الثانيه، اظبط ايدي نفس المسافه اللي بسايباها هنا اهو، ابقى سايباها هنا اهو عشان يطلعوا معايا مظبوطين. برده هحط دبوس ابره المنظر ده، شيل الجزء ده احنا مش محتاجينه. طيب بعد كده اللي في النص دي انا هعملها كسرتين في وش بعض، حاجه بسيطه كده وحاجه كده على اساس يبقوا ايه هما دول، اللي انا احدد المنتصف الاول بتاعي عشان تطلع معايا ايه مظبوط. اخد جزء ايه كده اهو وجزء الناحيه الثانيه، اعمل دبوس ابره الاول كده اهو. انت تعملي دبابيس وبعد كده هتمشي بيها على المكنه عشان تثبت معاكي اكتر. ما عندكيش مكنه اعملي بابره وخيط هتديكي نفس النتيجه، بس تعملي غرزه سراجه ضيقه عشان الغرزه تبقى تفكش منك ويديكي شغل جميل. خلي بالك عشان الفوطه سمكها تخين فممكن تعوري بدبابيس الابره، هتبقى معايا بالمنظر ده. طب هنعمل ايه بعد كده؟ شايفين الكسر بتاعتها عامله ازاي؟ هي دي اللي هتديني منظر الفوطه في الاخر. بس بعد ما نخلص هنيجي للجزء اللي تحت ده، هجيب بواقي قماش عندي زي ما احنا شايفين بالمنظر ده، هاخد قطعه على قد طولها. طبعا انت ليكي حريه ان الشريط يبقى صغير او كبير براحتك انت، انت هتنيه زي ما احنا تانيينه بالمنظر ده، بس وانت شغاله على المكنه هتعملي حساب التانيه دي. هنعمل مع بعض الدبابيس الابره زي ما احنا متفقين، ثبتيها كده اهو وارجع ثبت انا من هنا اهو. ظبطي شغلك عشان يطلع معاكي نضيف. طبعا الجزء ده هيتني معانا على المكنه. دبابيس الابره هتساعدك هظبط الشريط كله بنفس الطريقة دي زي ما احنا شايفين. ظبطتي انتي بالدبابيس الابرة بالمنظر ده، انتي بتخيطي وتشيلي كل ما بتخيطي جزء بتشيلي دبوس الابرة تبقى معاكي بالمنظر ده. طب احنا هنيجي بعد كده للجزء اللي عندنا هنا من فوق، اجيب اي قطعة قماشة اقيس الاول ان هي هتبقى معايا مظبوطة، اشوف انا جزء ايه مناسب ليه. تعمليها على التانيتين، ينحل الجزء يبقى معاكي تانيتين عشان تبقى ايه سميكة شوية، تبقى طبقتها معقولة مناسبة للفوطة بتاعتك. كل اللي هتعمليه برضو هتتني الجزء ده، طبعا لو قماش اعرض من دي شوية هتبقى احسن. بقى معانا بالمنظر ده الجزء اللي فوق ده، طبعا انت برضو هتتنيه على المكنة يبقى معايا متني بالمنظر ده.
على المكنة هتاخدي جزء مع جزء بالمنظر ده عشان شغلك يبقى ايه، شغلك يبقى نظيف. بس اهم حاجة وانتي بتشتغلي على المكنة تخلي بالك عشان لو دي جت تحت سن المكنة هتكسر لك الابرة على طول. خلي بالك تشيلي قبل ما تيجي عندي دبوس الابرة بتكوني شلتيه. ظبطي كده وتعملي ايه، بتحطي دبوس الابرة بتاعك، هتبقى معايا بالمنظر ده. فكرتنا خلصت؟ لا لسه ما خلصتش طبعا، لازم نزينها برضو عشان يبقى شكلها حلو. قبل ما نبتدي تزيين فيها هنعمل لها علقة صغيرة عشان انت لو حبيتي تعلقيها في المطبخ او اي حاجة. هنعملها ازاي؟ هنجيب شريط صغير، كل شغلنا يا جماعة زي ما انتوا شايفين من بواقي القماش الاصايص الصغيرة اللي انت ما بتعرفيش تستعمليها في ايه. تساوي جزء كده مع بعضين بالمنظر ده، نجيبهم قصاد بعضيهم كده اهو. لو انت مش عايزاها العرض ده كله يا تقصيها تتنيها يا برده جواها، انا عايزاها بالمنظر ده. برده انت على المكنه هتخيطيها مع بعض. لو حباها ارفع من كده او اعرض دي حاجه ترجع لك انت، انا بوريكي بس مجرد الفكره. هاجي من ورا هنا اهو وهثبتها معايا، شوف المنتصف بتاعي ووصلها بس انها تطلع معايا شكلها مظبوط. بعد كده هثبت في الجزء ده وهرجع كده. حاول نقربهم من بعض، ثبتي بالدراريس وبعدين انت بايه خيطي. حطي برده الجزء التاني من تحت هنا كده، تعملي الايد بتاعتها بالمنظر ده عشان لو حبيتي ان انت تعلقيه. طيب نيجي بقى للجزء اللي في النص، احنا مش هنسيبه بالمنظر ده. تعديلي الفوطه بقى كده في وشك انت من نفس لون القماش اللي انت حطاه في الفوطه. هتمسكي الاجزاء كده اهو هتلاقي فيها رسومات صغيره، انت ممكن تطلعي بقى تقصي دايره صغيره ممكن تحطيها في النص. دي كده فكره. الفكره الثانيه في رسومات بتبقى فيها زي كده اهو، بس دي ما فيهاش رسمه، حاجات زي كده اهو. بتفرغيها انت، تفرغيها ازاي؟ بالمقص، وهتقصقصيها زي ما احنا عاملين دي كده اهو. ممكن تحطيها بالمنظر ده وبتلفي داير ما يدور بالابره عليه، او لو عملتيها بمسدس الشمع وترجعي تثبتي عشان تثبت معاكي. من نفس قصايص القماش ممكن برده تقصي فكره القلوب الصغيره دي وبرده تثبتيها انت بقى ايه وزوج، بتنسقيها طبعا على حسب ما انت ايه ما انت حابه. زي ما قلت لك ممكن في النص تحطي ورده دايره زي دي فيها رسمه الورد، ممكن تصغريها اصغر شويه كمان من دي. اي قطعه قماش عندك انت بتعمليها بالمنظر ده وتنيها اكتر من ثانيه تصغري دي، هنصغرها واوريكي فكرتها في واحده حته قماشه ثانيه عشان توصل لك الفكره. ممكن تعمليها بقى تعكسي اي رسمه، قصدي اي رسمه من بواقي الالوان دي، تخدها نسقي الوانك كلها كده مع بعض. حطي بقى فكره القلوب دي كده ايه زي ما انت عايزه. دي كده ايه فكره، حابه ان انت تفرغي رسمه زي ما انا قلت لك هيبقى معاكي بالمنظر ده. وهوريكي افرغيها ازاي. هوريكي الاول لو حبيتي ان انت تعملي دايره زي دي من اي قطعه قماش بنعملها ازاي. تاخدي اي قطعه قماش كده اهو، كل اللي هتعمليه انت هتتنيها كده بالنص وترجعي تقسميها كده اهو، هتديكي السبعه دي، هتروحي تنيها برده بالمنظر ده على الاقل جزء فيها هنا اهو، وهتبتدي تقصي. بسم الله الرحمن الرحيم، بتعملي دوران كده بسيط بالمقص بتاعك تطلع معاكي بالمنظر ده. عايزاها اصغر اكبر زي ما انت قلت لك بالمنظر ده، وارجعي قصي ظبطي الطرق بتاعتك. لو مش مظبوطه او انت عايزه تعمليها رسمه نجمه تعملي فيها ده دوريات نص دايره كده بقلم كده، وحددي الاول وبعدين قصي بالمقص. فكرتها سهله مش صعبه. زي ما قلت لك بقى بترجعي تثبتيهم بابره وخيط، او ان انت مثلا حابه بقى بعد كده تحطي لهم اي منظر كده بقى تزيين حاجه بسيطه، دي حاجه ترجع لك انت. انا اديتك مجرد الفكره وانت براحتك خالص بقى في بقيه الايه الاشكال. برده هوريكي بعد كده منظرها ازاي. انا هثبت على الشكل ده لانه عاجبني ده اكتر من التاني من رسمه الدايره. هوريكي دلوقتي بتفرغيها ازاي الرسومات دي، بس هنثبت مع بعض دي كده. ممكن زي ما قلت لك ثبتي بنطين شمع الاول وبعد كده خيطيها على المكنه عشان تثبت معاكي، عشان بعد كده تغسليها براحتك ما يطلعش معاكي الشمع ما يفكش معاكي في الغسيل.
مثلا لو عندي ورده زي دي انا عايزه اطلعها واستعملها، كل اللي انا هعمله حوالين منها بس كده اهو، وايه بقص الزيادات مقص صغيره خالص انها يكون صغير، وبعد كده هاتي ولاعه وامشي على الطرق بالراحه، متدخليش على الرسمه، انتي بتقصي حوالين منها. الورد ده في التزيين بيبقى شيك جدا على فكره، بيبقى حلو، ولما بتيجي تحطيه على القماش بيبقى نفس اللي ما فيهاش يعني حاجه من ورا التيك، فبتبقى ايه سهله ان انت تخيطيها تلزقيها تبقى سهله. طبعا انت لما تيجي الولاعه وتعملي التروب بتاعتها اي حاجات تنسيلات زي دي هي بتروح معاكي. شايفين شكلها بيبقى عامل ازاي؟ ممكن تحطيها في اي منظر كده برضه، تحطيها بتبقى بالمنظر ده، لا حلو. طبعا انت بتزيني بيها لو انت حابه. طبعا بعد كده انت عندك الطرف ده، انت اصلا معمول الحرف الفوطه، الطرف الثاني ده انت كده هتتنيه، هتمشي عليها داير ما يدور، وهتبقى معاكي الفكره دي. يا رب تكون فكره النهارده سهله وبسيطه ليكم وتكون عجبتكم، هعديها لكم عشان تشوفوا المنظر، يا رب تكون واضحه ليكم كده بالنسبه لكم. الفوط دي يا جماعه بتتباع غاليه جدا، انت تعمليها في بيتك بمنتهى السهوله من بواقي قماش عندك وبواقي الفوط، ويا رب الفكره تكون سهله ليكم. واتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش من اللايك والشير، وهستنى تعليقاتكم، وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.